في ضوء العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان مؤخرا حول الحصيلة المرحلية لحكومته، أعضاء مجلس البرلمان يواصلون مناقشة هذه الحصيلة في جلسة عمومية مشتركة مساء أمس. فرق الأغلبية بالمجلسين عبرت في مداخلاتها عن ارتياحها لهذه الحصيلة، وسجلت جرأة الحكومة في مباشرة عدد من أوراش الإصلاح المهيكلة. هي حصيلة إيجابية جدا، حيث أنه الحكومة أقدمت على مجموعة من الإصلاحات. كتعرفوا على أنه أولى الإصلاحات الكبيرة اللي خاضت فيها الحكومة هو الإصلاح ديال نظام المقاصة واعتماد النظام ديال المقايسة. هذه بطبيعة الحال اللي خفت واحد العبء كبير كان على المالية العمومية. جاء التصريح الحكومي لنصف الولاية هو لا ينظر له من نصف الكأس الفارغ، فيه أشياء مهمة عالجها التصريح. بيد أن فرق المعارضة بالمجلسين وجهت سهام نقدها إلى الأداء الحكومي الذي اعتبرته غير ذي فاعلية ومحدود الأداء. السياسة اللاشعبية التي انتهجها رئيس الحكومة أثرت على الاقتصاد الوطني، أثرت على التشغيل، أثرت على لقمة العيش بالنسبة للمواطن الضعيف والمتوسط، وحتى الأغنياء لم يمنعوا من السياسة اللاشعبية لهذه الحكومة. لا نفهم أن يأتي السيد رئيس الحكومة يعني ويتكلم عن حصيلة اللي هو تيشوف أن الاستقرار هو أهم ما أتى به. لو كان الاستقرار يعول عليه من أجل حزب من الأحزاب السياسية لانتهى المغرب منذ زمن بعيد. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قدم عرضا حول الحصيلة المرحلية لحكومته أمام مجلس البرلمان بمبادرة منه، اعتبر خلاله أن الحصيلة المرحلية لحكومته إيجابية ومشرفة بالنظر لما اعتبره دقة وصعوبة الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تقلدت فيها الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام.